النهارده نبدأ نتكلم عن الاسمبلي. طب ايه هو الاسمبلي؟ هو تجميع كذا بورت او كذا سب اسمبلي. يعني ايه سب اسمبلي؟ يعني اسمبلي صغير مندرج تحت ايه اسمبلي كبير. سب اسمبلي ده بيسهل لي ايه؟ ان انا عندي شوية بورتات عايزهم يركبوا مع بعض او ليهم شكل معين مع بعض، اقول عليهم سب اسمبلي معين. وسب اسمبلي بيبقى ليه نفس الايه الشكل بتاع الاسمبلي، نفس الشكل بالظبط، بس بيبقى مندرج تحت الايه اسمبلي. اوكي، ايه هو البورت؟ البورت بيبقى شكل لونه اصفر زي ما احنا شايفين هنا كده، تمام، وجنبه ايه شرطة، يا اما شرطة يا اما اف يا اما ايه ما جنبوش حاجة خالص. ايه الفرق ما بين التلاتة؟ الاف ده اللي هو الفيكسد، يعني البراكت ده ما بيمشيش، ما بيتحركش في اي اتجاه. لو انا عملت له فلوت كده هيقلب لشرطة، الشرطة دي بتخليه يروح في اي اتجاه معايا في كل الدرجات بتاعت الفريدم بتاعته. طب لو انا عملت له فيكس هيرجع تاني زي الاول، وحرف الاف يرجع عليه تاني. طب لو انا الشرطة دي اتشالت، معنى كده ايه؟ ان هو فولي كونستريند في كل الاتجاهات. طب ما تيجي نعمل الاول موضوع الفولي كونستريند ده. احنا عايزين ندخل البرتات دي كلها معانا ونبدأ نعمل اسمبلي جديد لوحده. اوكي، هنعمل نيو اسمبلي واقول له وريني الفولدر بتاعي، اقول له مكان في الاسنشلز، واقول له في السب اسمبلي تريننج، واقول له دخل لي ده ودخل لي ده ودخل لي ده ودخل لي ده وده 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 وده، تمام. هدخل واحد واحد. اول واحد ده دايما بيبقى فيكسد، وابدا ادخل كل واحد ايه ورا بعضه كده. بيقول لي عندك هنا تختار انهي كونفيجريشن، الطويل ولا القصير. هقول له خلينا الطويل في الاول ونشوف الدنيا هتبقى عامله ازاي، ممكن نجيب منه القصير بعد كده. تمام، خلينا دلوقتي نشوف هو لما بدا يشتغل عمل ايه. هنعمل ويندو، ناخد ويندو من هنا ونعمل تايل فيرتيكالي خلاص، ونبدأ نصغر دي سنة بسيطة عشان نشوفه هعمل ايه. طب هو جاب هنا براكت، ده اول واحد. تعالى احنا بس نعمل ميت للبراكت ده مع نقطة الاصل بتاعتنا. احنا قلنا يفضل ان هو ما يبقاش فيكسد، لا ده احنا يفضل ان احنا نسيبه النقط الاصل بتاعتنا بتاعة الاسمبلي. طب نعملها ازاي؟ هنعملها توب، هنزل من التري كده التوب بتاعت اول بارت اللي هو الفيكسد ده، نعمله الاول فلوت، نرجع للبورت نعمله بدل ما هو فيكسد كده نقول له ايه فلوت. اوكي، ونعمل التوب مع التوب ونعمل لهم ميت، البورت هتلاقيه اتحرك لفوق معاك خلاص. طب الرايت مع الرايت وتعمل لهم ميت، البورت هتلاقيه اتحرك معاك. طب احنا قلنا ايه الفرونت مع الفرونت وتعمل له ميت، وهتلاقيه اتحرك معاك فعلا. يبقى كده ده ايه فولي كونستريند، عشان كده مفيش جنبه اي حاجة. طب هنيجي بعد كده هو عمل ايه؟ هو جاب ده اول حاجة. تاني حاجة اليوك عنده، اليوك قال لك ان اليوك بيجي الكونسترين بتاعه ان هو كونسنتريك مع التقب ده. تيجي نشوف كده، قال لك كونسنتريك مع التقب ده فعلا. طب هو قال لي انت لازم تعمل سب اسمبلي للايه للتلات اجزاء دول مع بعض. طب ما تيجي نعمل لهم سب اسمبلي الاول. هو فين اسمه ايه الجزء ده؟ الجزء ده اسمه كرانك شافت، والجزء ده اسمه ايه كرانك ارم، وده اسمه كرانك نوب. تمام، هنيجي ناخد التلاتة كده ونقول له اعمل لنا ايه، اعمل لي فورم نيو سب اسمبلي وايه واسميه جزء الكرانك. يبقى انا دلوقتي عملت ايه؟ عملت جزء السب اسمبلي اللي هو عامله ده خلاص، اللي هو عامله ده، ده عملته مع بعض. طب ده هيجي ازاي؟ تعال نفتح اوبن للسب اسمبلي ده ونعمل له احنا ايه تجميع خلاص. تعال الاول نجمع، نقول له ان ده عندي معمول له فرونت مع فرونت، نفس القصة بالظبط. هروح هنسيبه للنقط بتاعته الأصلية
والتوب مع التوب والرايت مع الرايت، واقول له بعد كده ايه، انا هنسب الباقي ليه. تعال ننسب الباقي ازاي؟ هنعمل ده الفيس ده مع الفيس ده كونسنتريك، تمام، ونبدأ ننزل ليه سنة، تمام، ونقول له بعد كده ايه، ان الايدج ده هيقف مع الايدج ده، تمام. والناحية التانية هنا كذلك هنعملها كونسنتريك، واقول له نفس الكلام، هنا الايدج ده هيقف على الايدج ده. يبقى انا كده ايه، عملت فولي كونستريند ليه، للكرانك ارم دي، تمام. وبعد كده عملت ده، ممكن بيلف حوالين المركز بتاعه، ممكن اقفله برضو، اقفل الكونسترين بتاعه، بس مش فارقه معايا، وده برضو بيلف. طب احنا ده لازم نقفل الكونسترين بتاعه عشان ما ينفعش يلف جوه هنا، هنقوله ميت ونخلي ده بارلل مع ده، نقول له بارلل. اوكي كده انا ايه، خليته ما يلفش، يبقى ده برضو فولي كونستريند. نرجع تاني للاسمبلي بتاعنا بعد ما نعمل سيف، نرجع تاني للاسمبلي بتاعنا، هيقول لي اه اغير لك التغييرات دي في الاسمبلي، اقول له اه اعمل لي التغييرات دي في الاسمبلي، واروح اعمل لها بعد كده ميت، تمام. يبقى انا عندي البارت ده لوحده، هعمل ويندو تايل فيرتيكالي تاني خلاص، وابدا ارجع للايه، للشكل بتاعنا، تمام. يبقى انا عندي هنا براكت وبعد كده يوك. اليوك ده بيركب ازاي؟ اليوك ده بيركب هنا اهو، ده بيجي مع ده كونسنتريك اهو، اول ما دوست جالي كونسنتريك على طول خلاص، واقوم مطلعه كده واقول له ان انا عندي الفيس ده هيبقى لود مع الفيس ده كونسيدنت، واقول له تمام. اوكي واقول له ان الشكل ده هيبقى كونسنتريك مع الشكل ده، اطلع لي كده، وده يبقى كونسيدنت مع ده، واقول له ايه alternate، يرجع يلفه يعني الناحية التانية، واقول له ده على ده كونسيدنت. طب انا لو جيت عملت الكلام ده وقلت له لف دلوقتي، هيلف معايا زي ما احنا شايفين، تمام. هنيجي بعد كده لبقية البرتوت، هو مدخل ايه هنا تاني، مدخل السبايدر، السبايدر ده اللي هو تقريبا الجزء المكعب، اه تمام. فمدخل السبايدر ده ازاي؟ هندخله سهل جدا اهو، هنقول له اعمل لي من ميت ادفانسد، ادفانسد ميت، هنستخدم هنا الادفانسد ميت زي ما قلت لكم بنستخدم الويتس كتير قوي. هقول له دخل لي، مش لسه هحسب المنتصف كام، هقول له دخل لي الفيس ده مع الفيس ده يكون ما بين الفيس ده مع الفيس ده خلاص، تمام. واقول له اوكي، والفيس ده مع الفيس ده، سوري ادفانس ميد ويتس يكون ما بين الفيس ده مع الفيس ده، وقول له ده هيبقى كونسنتريك مع ده، تمام. يبقى كده الشكل بتاعي بقى مظبوط، اوكي تمام. يبقى بعد كده هروح اعمل ايه، هجيب البن الاول، هو عمل السبايدر وبعد كده دخل الفيميل الاول، دخل الفيميل وقال ان الفيميل هتبقى رابطة على الناحية التانية، هتبقى كونسنتريك الأول مع ده، أهي، وأقول له عكس لي،
تمام مظبوط، وانزل اللي تحت سنة واقول له ان الفيس ده، اجيب ادفانسد ميد الاول ويتس الفيس ده مع الفيس ده مع الفيس ده والفيس ده هيبقوا في الميد كده تمام. واقول له بعد كده ان ايه ده هيبقى كونسيدنت هنشيل بارلل ونقول له اوكي. تعال نلف، نحاول نلف كده ما بنلفش. اوكي يبقى احنا هنشيل اخر ميد ده، نشوف كده هتلاقيه بيلف معاك تمام. يبقى ايه، هنحط البنز بتاعنا الاول هنا. اوكي تمام، يبقى اخره تانجنت مع ده وقول له اوكي. يبقى انا كده ما ناقصليش غير ايه، الحتة الاخرانية. ايه بقى اللي بيخليه يبقى فيكست وايه اللي بيخليه، خلينا نجيب الشورت بالمرة ولا ما نجيب الشورت؟ اه نجيب الشورت، ندخل الشورت insert component، ندخل الشورت بين، ندخل منه اتنين وندوس عليه كده ونقول له هات لي الشورت بتاعي واقول له رايت واجي من جنبه كده وادوس عليه كنترول واشده لبره. يبقى انا عملت كده ايه اتنين، واقول له ان ده هيبقى في الاسمبلي ميت مع ده والسطح ده مع السطح ده وكذلك التاني هيبقى هنا والسطح ده مع السطح ده بس من الناحية التانية. اوكي يبقى انا دلوقتي عملت ايه، عملت الشكل بتاعي كله ناقص الحتة الاخرانية بتاعت ان هو يلف. ازاي هخليه يلف معايا وما بقاش متثبت؟ هنيجي بعد كده نعمل هنا اهو ما بين ده وده ميت بارلل عشان يقدر يلف معايا، لان كونسيدنت اكيد مش هيلففه تمام. وبعد كده ابدا الف، اه والله يلف معايا اهو تمام. يبقى احنا كده عرفنا ازاي نعمل اسمبلي، ازاي نعمل اسمبلي كامل وسب اسمبلي. طب انا لو عايز اخلي المجموعه دي من هنا لهنا كل دول سب اسمبلي جديد خلاص، واسميه اف 2 اتش وليكن تمام. طب انا عايز ده يلف، مش هيلف اكيد. اه طب احل المشكله دي ازاي؟ هروح على البروبرتيز، كليك يمين بروبرتيز واقول له خلي لي ده فليكسيبل مش ريجيد. اوكي اول ما اخليه فليكسيبل هيلف معايا عادي وهيبقى معايا الشكل بتاع ان ده فليكسيبل سب اسمبلي. عايز ارجعه تاني لبرتولت هقول له كليك يمين ديسولف سب اسمبلي. اوكي هيرجع لي زي ما كان تمام. ودي الميتس اللي انا عملتها كلها في الدبوس ده. طب انا عايز دلوقتي اعمل drawing sheet من الاسمبلي ده، هروح على make drawing from assembly واقول له save and insert. هقول له save assembly number 1 فليكن تمام، ويقوم داخل على ايه، هيقول لي انت محتاج ايه، هقول له محتاج وليكن ورقة A3 ايزو واقول له اوكي تمام. قلنا عشان ادلت اللي تحت ده، البارات اللي تحت دي انا مش عاجباني صراحة، مش داخلة دماغي، عايز ادلت الشكل اللي تحت ده واحط الحاجات بتاعتي. هقوم ادلت عليه كده خلاص. هعمل ايه الاول، نرجع تاني كنترول زد اوكي edit sheet format واقول له شيل لي كل ده، انا مش محتاج كل ده خلاص، وابدا احط الحاجه بتاعتي تمام خلاص. يبقى نرجع تاني كده، عايزين ندخل صوره
نعمل بيكتشر، نكتب هنا في الأوامر بيكتشر، سكتش بيكتشر على طول، وليكن essentials سولدورك كام تك هنا، هندخلها كده ونبدأ نسكلها بالطريقة زي ما احنا بنعمل كده، تمام، ونبدأ نصغر ونقول له اوكي. عايزين نسيف اللوحة، سيف شيت فورمات، واقول له سيفها لي بالاسم اللي انا محتاجه، وارجع بعد كده وانا بفتح، يعني انا هقول وليكن دلوقتي 1 خلاص، واقول له سيف سوليد دارت، تمام. هقول له ايه؟ وريني البروبرتيز بتاعتي. هيقول لي انت عندك ممكن تختار واحدة جديدة انت عاملها، هي 1 اهي، تمام اوكي، واقول له ابلاي تشينجز، هيغير لي على طول الشيت فورمات بتاعتي. يبقى دلوقتي احنا عايزين نعمل من البلد دي الاشكال بتاعتنا. طب احنا هندخل عادي 3 ستاندرد فيو، ممكن نقول له دخل لي 3 ستاندرد فيو للاسمبلي، هيدخل لي اوتوماتيك ايه الستاندرد فيو بتاع التوب والفرونت والسايد. طب انا مش محتاج الشكل ده، يس تو اول اوكي، انا محتاج موديل فيو عادي خلاص، ليه الاسمبلي 1، واقول حط لي موديل فيو لي هنا اهو. انا عايز الموديل فيو ده ازاي؟ هختار الشكل بتاعي توب ولا فرونت ولا رايت ولا ايزومتري، خلاص وليكن ايزومتري، هقول له خليه مش شيدد، خليه بالالوان خلاص وهاي كواليتي، تمام، واقول له اعمل لي السكيل بتاعه من 1 لـ1 وليكن، تمام اوكي خلاص، ده البروبرتي مانجر بتاعتي اوكي، واقول له اوكي. اقول له بعد كده عايز بروجكتد فيو من ده اهو، هيبدأ يطلع لي بروجكتد فيو على حسب المكان اللي انا واقف فيه، يبدأ يطلع لي بروجكتد فيو على حسب المكان اللي الماوس واقف فيه، وبرضه ليه بروبرتي مانجر مخصوص. طب انا عايز اوكسيلري فيو، يعني ايه اوكسيلري فيو؟ يعني اوكسيلري فيو ده يعني فيو مايل على فيس نورمال تو الفيس معين، حتى انت هتشوف السهم هنا بيقول لك نورمال تو اللاين اللي انت الايدج اللي انت اخترته، انا اخترت الايدج ده وليكن اهو، نرجع تاني اوكسيلري فيو بيقول لي اختار ايدج، قلت له اخترت الايدج ده، عمل لي نورمال تو كانه نورمال تو للايدج ده، وبرده ليه بروبرتي مانجر بتاعته، وعمل لي السهم بتاعه هنا اهو، تمام. ده بالنسبه للاوكسيلري فيو. طب انا عايز سيكشنال فيو، هدخل مثلا رايت بلان رايت فيو سوري، واقول له خلي لي ده 1 لـ1 واقول له اعمل لي سيكشن فيو في المنتصف هنا بتاع اي دايره من الدوائر دي اهي، لا ما جاش في المنتصف بالظبط، نرجع تاني كده ونعمل سيكشن فيو اهي، تمام، واقول له ايه اتجاه القطع بتاعي كده، عمل لي فعلا المقطع بتاعي. عايز اخلي المقطع ده ايزومتري، بدوس عليه كليك يمين واقول له ايزومتريك سيكشن فيو، عمل لي فعلا ايزومتري للسيكشن فيو اللي انا عامله. طب انا مش عايزه، هقول له ريموف ايزومتريك سيكشن فيو، تمام. ده بالنسبه للسيكشن فيو. طب انا بالنسبه للديتيل انا عايز اشوف الحته دي بزومينج، هروح اخدها بالدايره كده، دوست عليها وقال لي ايه دايره، عمل لي دايره وطلع لي ديتيل ليها، وقال لي ديتيل اسمه ايه اي، تمام خلاص. طب انا لو عايز اقطع، عايز اشوف، هيقول لي اعمل دايره واقطع زي ما انت عايز، مثلا وليكن هقطع فين، خلينا نعمل واحدة جديدة أحسن، نعمل مثلا ناخد الفرونت فيو ده وأقول له لونهولي، وخليه وأقول له لونهولي وخليه 1 لـ1، تمام، واقول له
طعلي بروكن ثرو اوت، طعلي في ده بالسكينة كده اهو، طعلي وليكن 40. احنا هنا ده بتاع الاكسكلود فاستنرز ده، ان هو يطلع منه يطلع المسامير منه، والاوتو هاتشنج ده بتاع الايه، بتاع التهشير. حد ملاحظ تغيير؟ التغيير بيتم ازاي على الاثنين، على الفيوهين؟ كل ما بغير كل ما السكينة بتخش ديبس اكبر، يعني احنا شايفين بالايزومتري كده ايه اللي بيحصل. تمام، ده عشان يوضح لي الحاجات اللي انا مش قادر اشوفها. طب هشيله ازاي من drawing view؟ اهو هقول له delete او suppress. اوكي تمام، ده بالنسبة للايه، للبروكن اوت سيكشن. عندي ايه تاني؟ عندي كروب فيو. انا ممكن اعمل كروب، بس ادخل الاول سكتش واقول له مثلا ده، واقول له اعمل لي كروب فيو على طول، عمل لي كروب لي. اوكي طب انا عايز دلوقتي الشكل اللي قدامي ده، واشيل كروب فيو ازاي؟ كليك يمين على كروب فيو واعمل ريموف كروب. تمام، طب انا دلوقتي عندي بروجكتد فيو ده، طب انا عايز اطلع ده لفوق ولتحت، معلش نشيل اخر واحد ده، عايز اطلع فوق ولتحت، بس هو ايه محكوم بالالاينمنت. طب انا عايز ابريك الالاينمنت دي، هدوس كليك يمين عليه واقول له بريك الاينمنت، هيبدا يتحرك معايا في كل اتجاهات دي. طب انا عايز دلوقتي اعمل دايمنشننج لحاجه، وليكن الحاجه دي هي الباليتا الصغيره دي، واقول له اعمل لي منها دروينج بورد. اوكي تمام، واقول له هات لي وليكن دي. تمام، واقول له طلع لي الفيو ده كمان معايا. تمام، هقول له دلوقتي اعمل سمارت دايمنشن، هياخد لي السمارت دايمنشن ليها اهي، يقول لي ده 76 و2، هاجي اعدل فيه ما بيتعدلش. طب اعدل ازاي؟ ممكن اعدلها باسلوب زي ما قلنا مع بعض، الاوفر رايد فاليو ده، لو في عندي كسور اقدر اعدل بيها، اقول له هنا دي 77 وليكن، هتحول على طول ل 77. تمام، بس انا مش قادر اعدل في الدايمنشن بتاع الشكل، ومش قادر اعدل في الايه، في الاسكتشات. اوكي، وكذلك ده ممكن اعمل له اوفر رايد فاليو واقول له 7 على طول واعمل له اوكي. تمام، طب انا اللي تحت ده عايز اعمل سمارت دايمنشن على طول اوتوماتيك، هروح ادوس على موديل ايتم واقول له اعمل لي ده سمارت دايمنشن ليه كله، هيقول لي اوكي، فعلا عمل لي الكل سمارت دايمنشن. طب ايه بقى، ايه الزيادة بقى في الموضوع ده؟ الزيادة في الموضوع ده ان هو هنا انت ممكن تغير في اي دايمنشن ويتغير معاك عادي، ويروح يغير في البارت بتاعك. يعني هو انا لو غيرت مثلا ده خليته 12 او 12، فعلا هيتغير. يعني بص، لو عملت ريبيلد فعلا اتغير، وهيروح يغير في البارت. فنرجع تاني كده عشان ما يغيرش في البارت بتاعنا. تمام، كان 9، فبكده ابقى انا عرفت ان انا لو عملت موديل ايتمز، موديل ايتمز ده بينزل لي دايمنشنز، الدايمنشنز دي ممكن كلها تبقى دريفن. اوكي، كلها تدرايف لي البارت معايا، خلاص بقى درايفر، سوري ما تبقاش دريفن، مش ما تبقاش انا مش عارف اعدل فيها. تمام، اوكي. طب انا ممكن اقول على الهول ده ايه، ممكن ادي له نوت كده اهو واقول له هول وليكن، دي نوت عاديه. او ممكن اعمل حاجه تانية، هول كلاود. هول كلاود ده اي هول على عمله سوليد وورك بيطلع لي الهول سبيسيفيكيشن بالظبط، زي ما احنا شايفين هنا، قال لك الهول ده 4.76 ثرو، يعني ايه، نافذ للاخر. طب انا دلوقتي عندي كذا هول من الهولز دول، هروح اغير في الدايمنشن تكست هنا واقول له مثلا 3
يس او يس. تلاتة في، يعني انا عندي تلات اخرام في الرقم ده، يعني عندي تلات اخرام من ده. تمام، يبقى احنا كده غيرنا في ايه؟ في الكتابة. طيب انا عايز اغير الفونت بتاع الدايمنشنز دي، هروح اسلكتها كلها واقول اذر واقول له طلع لي الفونت، اشيل اليوز دوكيمنت فونت دي واطلع له الفونت واقول له سي 28، هيكبر لي فعلا الفونت على كله. تمام، يبقى كده ايه، احنا عرفنا ميجور الحاجات اللي في درافتنج كلها. طب احنا عايزين هنا نكمل، وليكن الشكل ده، ونقول له ايه، انا عايز ده ايزومتري واخليه كده. تمام، انا دلوقتي خلينا كمان نظبط السكيل واحد لواحد، واقول له دخل لي هنا ايه، اوتو بالون على طول، طلع لي ارقام كل حتة. خلاص انا عندي كام بارت هنا وطلع لي ارقامهم. طب انا ممكن اغير في الاوتو بالون، اه ممكن اغير فيها، ممكن اخلي الارقام تحت، ممكن اغير اخلي الارقام في الشمال، الارقام كلها في اليمين وهكذا. ممكن اخلي الارقام عندي 5 كاركتر كبيرة، او تريانجل او تريانجل او هيكساجون، كل او فلاجات، كل الكلام ده انا اقدر اغيره. خلاص احنا ايه، هنخلينا نقف في سيركلر عادي خالص. تمام، خلاص ممكن ادخل ايتم نمبر او كوانتيتي او فايل نيم او بارت نمبر بيل اوف ماتيريال. تمام، كل الكلام ده ممكن اعمله. خلاص هقول له اوكي، واعمل لي كمان معاهم انسرت تيبل بيل اوف ماتيريال. بيل اوف ماتيريال ليه؟ لده ده كله. هيقول لي التوب ليفل اونلي ولا البارتس اونلي؟ خلينا نجرب البارتس اونلي والتوب ليفل والاندنتد. اوكي، واقول له اوكي، هيدخل لي فعلا البارتات كلها اللي في البتاع. طب انا عايز اغير واخليه ما يجيبش البارت، هو انا عندي هنا 9 بارتات، اخليه ما يجيبش البارت بس، اخليه يجيب توب ليفل اونلي. فعلا غير لي واخليه 7، وشال الاثنين بتوع ايه، الكرانك لو فاكرين. طب لو خلينا اندنتد، جاب لي السب اسمبلي تحت الايه، تحت الكرانك، عندي 3 ايه بارتات وحطهم. تمام، ده الفرق ما بين الثلاثه. خلاص انا هنا ممكن ادخل كولومن ازاي، هدخل كولومن من هنا، ادوس سي على سي كده، السهم يظهر لي انسيرت كولومن رايت او كولومن ليفت، واقول له الكولوم ده فيه ايه عندي، ممكن يبقى ايه اي حاجه كومنت من الحاجات دي انا مسيفها اوتوماتيك، البرنامج بيطلعها. تمام، زي الديت بتاع التسييف بتاعه، زي الايتم نمبر، زي الكود بتاعه، زي لو عايزين نجيب الماس مثلا بنعمل لها ايكويشن، زي حاجات كتير قوي. تمام اوكي. طب انا ينفع برضو على اليمين ده ادخل كله من فوق؟ اه ينفع الكلام ده برضو، رو اباف سوري رو بيلو. تمام، يبقى ده بالنسبه للبيل اوف ماتيريال والاوتو بالان، دول اهم حاجات عندنا موجوده في درافتنج. عندي سنتر مارك، ده لو عندي دايره عايز احط لها سنتر مارك بتاعتها. طب سنتر لاين، لو عايز عندي سلندر، ممكن اقول له السنتر لاين بتاعي عامل ازاي. الديتم فيتشر، الديتم فيتشر ده لو انا عندي شكل ليه، ده الديتم فيتشر بتاعه، يعني اللي ما بتشغلش خالص. يعني ايه ديتوم؟ يعني حاجه ما بتشتغلش خالص، ده بيبقى حاجه اسمها ديتوم ليها، يعني ده الاساس بتاعه. الجي تي دي ده جيومتريك تولرانس، ده حاجه متطوره من التولرانس العادي. السيرفيس فينش بتاعي بتاع الشكل، وليكن انا عندي السيرفيس فينش هنا عامل ازاي، ماشيند ولا لا، عندي ده الماشين ده اهو، عندي الماشيننج بتاعه عامل ازاي، سيركلر ولا كروزد ولا بارل، الكلام ده كله حسب المكنه بتاعتي. تمام، وابدا احطه على السيرفس بتاعي. الكلام ده كله ايه، بيخش معانا في الدرافتنج. طب والويلد سيمبل، اه ممكن الويلد سيمبل عندي يخش برضو، على حسب هو ايه، سكوير ولا بط ولا بيفل ولا الكلام ده كله اللي احنا خدناه مع بعض. تمام، وبكده نبقى احنا خدنا الاسمبلي وازاي نعمل درافتنج مع الاسمبلي. شكرا.